وقد حصل بهذا اللقاء والله خير كثير، والله الحمد خير كثير، حيث انتفع الناس به من الحاضرين الذين يستمعون ومن الذين يسمعونه عبر الشريط. ولا شك أن هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده في هذا الزمن الذي ضعفت فيه الهمم وقل فيه الطالبون للعلم، لكن جاء الله تعالى بهذه الوسائل، ولله الحمد، الوسائل العظيمة الكثيرة السهلة، يستطيع الإنسان أن ينتفع بالعلم وهو يمشي في سيارته، وهو يأكل يتغدى يتعشى يشرب القهوة في أي حال.